من خلال هذه النقاشات ما بين الدول الأوبك وغير الأوبك، تقرر اليوم أننا نضع كمية وهي 648 ألف برميل في اليوم كزيادة للإنتاج للبلدان الأوبك وغير الأوبك. هذه الزيادة تعطي لبلادنا زيادة ب 17 ألف برميل في اليوم، لتخلي بلادنا في شهر جويليا القادم تنتج 1,039,000 ألف برميل في اليوم. راح نواصل تتبعات تطورات السوق، ويكون اجتماعنا ل 30 جوان المقبل هو كذلك اجتماع تشاوري من خلال الاجتماع الأوبك وغير الأوبك،